عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا مع بعض نسمع الإعلام ماذا يتكلم عن تأهل فريق الجزائر للنصف نهائي، تأهل بجدارة. هيا بنا نسمع ماذا قالوا. أخوتي لا تنسوا وضع اللايك والاشتراك في القناة. إن الجيش الملكي أي نعم يفوز اليوم، ولكنه وجع البطولة بعد الخسارة ذهابا بهدفين دون مقابل، لكن تحية للفريقين على هذه الأمسية الكروية الممتعة التي قدم فيها الفريقان درسا كرويا فنيا ممتعا. مبروك لجماهير اتحاد العاصمه، هارد لك لجماهير الجيش الملكي المغربي، وبالتوفيق دائما لفرقكم العربيه. طبعا دور الثمانيه كان فيها اربعه فرق عربيه، الان لدينا فريق واحد فقط في الدور نصف النهائي. اعود الى عزيز بنيش ورفيق حليش للتحليل للشوط الثاني. مبروك رفيق حليش، تاهل ممتاز مستحق لاتحاد العاصمه. هارد لك عزيز بنيش، الجيش الملكي ادى مباراه ممتازه مضغوط. إذا تفوق تكتيكي رائع من فريق اتحاد العاصمة في هذه المباراة، واستطاع المدرب المخضرم عبد الحق بن شيخة أن يتأهل بالفريق إلى الدور النصف النهائي. نتابع ماذا قال عبد الحق بن شيخة بعد هذا التأهل. مرحبا زميلي أحمد. إذا انتهت المباراة، فاز الجيش الملكي وتأهل نادي اتحاد العاصمة. وفي ردود فعل معي مدرب اتحاد العاصمة الكابتن عبد الحق بن شيخة. عبد الحق هنيئا أولا. الله يحفظك. يعني انت تاهل، ونترك لك كلمه يعني لردود فعلك للجمهور العاصمي. الحمد لله، احنا فرحانين، فرحان بولادي، داروا مباراه قويه ضد فريق ممتاز جدا بصراحه. راك تشوف الجمهور الرياضي تاع الجيش يصفق علينا، وهذه هي الروح الرياضيه العاليه. لكن نشوف كي تخدم ربي ما يخليكش، راه كي تعمل بصدق وتعمل بإتقان الله ما يخليكش. الحمد لله أنا فرحان اليوم. هارد لك وخوتنا الجيش الملكي، إن شاء الله الجاي أحسن. نشكرك وأنت الجاي أحسن. طيب عزيز بني، الجيش فريق عاد بقوة للساحة الإفريقية هذا الموسم، وفي الدوري المحلي ينافس على اللقب كل شيء. لكن واضح كما كنت أنت في البداية وتحدثت في نقطة مهمة ومفصلية، أن ما ينقص فريق الجيش الملكي أن السكواد ضعيف. نعم. السكواد ليس بالكبير. نعم. دوكروز لم يضع استراتيجية كبيرة لمثل هذه المنافسات الطويلة. نعم. بالفعل هذه هي نقطة مفصلية في خروج اليوم. أظن بأن عندما تنافس على أربع جبهات تحتاج إلى سكواد وإلى نخبة من اللاعبين. هناك إصابات، هناك توقف، هناك خروج على الفورمة لبعض اللاعبين، تحتاج إلى قطع غيار مميز، وما كان يحتاجه الجيش الملكي هو قطع غيار. أظن بنا من ناحية الروح القتالية واللاعب الفانيلا كان هناك حضور رائع جدا من اللاعبين الجيش الملكي اللي قدموا كل ما لديهم، لكن السيناريو المباراة جاء في بعض الأوقات لم يخدمهم. لماذا؟ لأنهم سجلوا الهدف الأول، ثم بعد ذلك تسجيل هدف التعادل المبكر، وفي ردة فعل كانت سريعة لاتحاد العاصمة اللي كان صحيح أنه كان انضباط تكتيكي رائع ودفاع رائع من اتحاد العاصمة، لكن توفق في ثلاث هجمات أنه يسجل هدفين. وهذا أيضا توفيق في بعض الأوقات يحالف في بعض الأوقات الفريق الخصم يهاجم ويترك في المساحات. لكن أنا قلت بأن اتحاد العاصمة لن يأتي لكي يدافع، سوف يهاجم أيضا، وعنده الأدوات. لأن بن شيخة يحسب له نحتفظ بالأدوات الهجومية، وهذا ما نقوله لبعض المدربين الذين حتى عندما يلعبون خارج ميدانهم يلعبون أو في داخل ميدانهم يحتفظون بالمهاجمين على الدكة ويلعبون باللاعبين وسط ميدان. داخل ميدانهم يحتفظون بالمهاجمين على الدكة ويلعبون باللاعبين وسط ميدان. اليوم من أعطى الفوز أو أعطى التأهل لاتحاد العاصمة هو رغم الهزيمة هو أوريبوني كما تفضل رافيل، وأيضا محيوس، لأن محيوس هو اللي أعطى المساحات، جرى بدون كرة. مش مفروض أن تجري بالكرة، بعض الأوقات تجري بالكرة بدون كرة، وشفناها في الهدف الثاني. محيوس هو اللي خضع مع المدافعين وأعطى المساحة لأوريبوني لكي يمرر. لكن أظن بأن الجيش الملكي حاول بالأدوات، صحيح أنه بالغ أيضا بالكرات العرضية اللي كانت في صالح دفاع اتحاد العاصمة.
العاصمة. لماذا بالغ؟ لأن ليست لدي حلول، لكن أظن أن كان ممكن أفضل مما كان لو كان أقل توتر، لو كان هناك أيضا لو كانت واجدين اللاعبين كفاتي كريباتي كان ممكن يكون هناك يكون يعني أفضل. غياب رضا لكن تأثير، لكن فريق الجيش الملكي لازم أنه يطور، لكن أيضا يعدد من الأسلحة، وهذا الجيش الملكي راجع هذا الموسم بعد غياب لسنوات عديدة، وأنه وصول إلى ربع نهائي هو صحيح أن الكل كنا ننتظر منه أنه يذهب بعيد، لكن السيناريوهات لم تخدم، خصوصا كما تفضل أيضا الاتحاد أنه مباراة الذهاب وما قام به الاتحاد في مباراة الذهاب هو اللي أعطى الفارق أما مباراة الإياب أظن بأن فريق الجيش الملكي قدم اللي عليه، ولكن خانته نتيجة مباراة الذهاب اللي كانت ثقيلة وكانت صعبة أنه يعود في المباراة، رغم أن السيناريوهات رغم أننا كنظن بأن كان ممكن أنه حتى لو كانت هناك قطع غيار حتى اللحظات الأخيرة فريق الجيش الملكي كان الفريق طبعا حكم اللقاء أعطى 9 أو 10 دقائق وقت بدل من الضائع، الفار وقت وقف المباراة للفار أكثر من 9 دقائق أكثر من مرة، والوقت استمر أكثر من 18 تقريبا، ومع ذلك الجيش كان يحاول حتى اللحظات الأخيرة، وكان في منطقة جزاء فريق اتحاد العاصمة في اللحظات الأخيرة، وهذه نقاط تحسب لفريق الجيش الملكي، الروح حتى والقدام حتى اللحظات الأخيرة. عدم الاستسلام الجيش الملكي، هذه نقطة جدا مهمة في طبعا هذه ضربة الجزاء لم تحتسب. أنا صراحة وافق القرار، لأنه على مسار الكرة لو اللاعب اللي قاسها بدون الحارس كان الكرة متوقف من على نص متر، كانت تروح على خارج الملعب. لكن انا هذه الحالة من مسك الكرة بس هذه اللقطة هذه نشوف مين اللي مسك الكرة الحارس، هل الحارس ام اللاعب؟ او لو في نفس الوقت تعطي الافضلية للحارس اكيد. عدم احتساب ضربة جزاء، لو كانت هذه ضربة جزاء وتسجيل الهدف كان يمكن يصير فيها ارتباك. 9 دقائق على محض القرار حقيقة. لا لانه الحارس سقط 9 دقائق حتى ياخذ القرار. صراحة ردة الفعل وقت الفار 9 دقائق الحارس ما كان عنده شيء، لان بعض الكرة هو ارتمى لكي ياخذ الكرة، يعني حتى الحارس ما كانش عنده شيء. اظن بان الاحتكاك كان على الكرة. الان لازم تأكد من لمس الكرة الاول، هل اذا كان الحارس هو اللي لمس الكرة الاول ما فيهاش ضربة جزاء. بعد ذلك بعد ما ارتمى على الكره نط على الكره مره ثانيه ومسكها، عندما تكون مصاب لا تطيع الكره، لكن يبقى للحكم وتقنيات الفار القرار من مسك الكره من لمس الكره الاول. 9 دقائق يعني وقت طويل يعني كافي، لان يعني يعرفوا بالضبط من المخطئ في هذه اللقطه، وطبعا القرار كان تقول سليم تمام. طيب نعود لنقطه مهمه ثانيه وهي اتحاد العاصمه والتطور الكبير في الفتره الاخيره مع عبد الحق بن شيخه بعد طبعا ابو علام المدرب السابق. ماذا أضاف بن شيخة للفريق؟ قلت أولا الخبرة اللي بن شيخة كسبها في كل السنوات اللي لعبها خارج الجزائر، يعرف أكثر الأندية الإفريقية خاصة منها المغاربية والتونسية، أيضا حينكتو تكتيكية، وعلى غرار هذا الاثنين الروح اللي بعثها بن شيخة، معروف أنه يعطي الحماس خارج يعني في خط الحماس، يعطي حماس زايد لعيبته، يشحن لعيبته، يعطيهم هذا ديك الروح القتاليه اللي ترجع في الملعب، مهمه جدا خاصه في المباريات الكبيره، مباريات خارج الديار. اظن هذه النقاط الثلاثه اللي زادهم بن شيخه في الاتحاد، والحين يعني من مده اكثر من 7 8 اشهر هو يشتغل معاهم، بدا يتمركز، وطاقمه الفني اللي تكلمنا عليه على فريق يونايتد، مدرب ايضا كان مدربي في الشباب، عنده خبرة أيضا في الميادين الجزائرية. صراحة عند بن شيخة وحينكتو والطاقم الفني الموجود قاعد يشتغلوا على شباب مميزين، عندهم إمكانيات كبيرة، قاعد يأدوا وتولى المسؤولية في جدة 26 ديسمبر الماضي، يعني تقريبا 5 أشهر. احنا دافعنا عليه في دوري المجموعات عندما كانت الجمهور في بعض اوقات جمهور اتحاد العاصمه كان شديد على لاعبين وعلى بن شيخه، هنا دافعنا في هذه الاستديوهات دافعنا بن شيخه، وقلنا بان بن شيخه رجل مشروع يتطلب سنتين او 3 سنوات لكي يهيئ فريق. وبالفعل شوف كما قال رفيق، هو قوته في التواصل، ما تجلسش في المغرب 10 سنوات تدرب الانديه الا وعندك سمعه جيده ممكن